احسبه في الجنه ان شاء الله اخوكم والجبز الغالي محمد حسن الدفاعي بتحطيم درع الى الوزاره لسيادتك. سلام عليكم. هي كانت دعوة كريمة من المدرسة ومن ولي الأمر الطالب الشهيد لبنا على الفور، وبالتالي المدرسة كان لها بعض الطلبات أن سيتم رفع كفاءة الملعب بالكامل، يقام مسرح، يضم حمام السباحة، السباحة داخل المدرسة يكون يعني مجمع أنشطة كامل لإدارة روضة فرج، أتصور أنه ملعب سلة كمان إضافة. لقاءنا مع الطلاب بيخلينا نسمع الولاد بشكل جيد، وبالتالي نستطيع على الارض ان احنا نقدم لهم حلول ترضيهم باذن الله. مش انتوا اللي حسستوني ان محمد ما راحش، وزي ما بقولها لكم وبكررها تاني، انا عايزكم كلكم تخشوا كليه الهندسه، لان محمد كان موعدني ان هو هيخش كليه الهندسه. الحاج حسن والد الشهيد محمد حسن، معالي الوزير الاستاذ الدكتور ابراهيم غنيم، الراجل وصلني تليفونيا من اول يوم ودعاني في المكتب بتاعه وقدم واجب العزاء على اكمل وجه، ولكن سعادتك اللي انا بترضاها من الدوله كحكومه وبلد وداخليه ان هي تشوف دم الولد ده فين، لان الولد دوت ابننا كلنا. معالي الوزير بيقول ابني، ومتهيألي لو قعدت مع وزير الداخليه هيقول لي ابني، فطبعا ابنك لازم تجيب حقه، تعرف مين القاتل. قررت وزارة التربية والتعليم إطلاق اسم الشهيد محمد حسن أحمد الدفاعي على الملعب الرئيسي للمدرسة. أنا اسمي مصطفى سليمان من تاني أول صف الثاني الثانوي. زيارة الوزير النهارده كانت زيارة تشريفية زي بالظبط اللي كان بيحصل من النظام السابق. هو جاي النهارده عشان يعني يغطي على الموضوع اللي حصل من قتل الشهيد، المفروض فعلا ياخد حقه من وزارة الداخلية. الأب الشهيد على ما أظن مش هيطالب تاني بحقه بعد اللي حصل. الوزير جه للأسف هو وقته قليل، ما اديناش الثقة زيادة فيه، ما وسعش في ثقته. الثقة موجودة اوكي، بس لازم كان يكبرها. معنى ان الوزير ينزل مدرسة لموت طالب ده في حد ذاته انجاز، انما كان زمان كان عادي، يعني موت طالب كان عادي، موت اي حد كان عادي، انما معنى ان ده يحصل يبقى الثورة بتنجح وهتنجح ان شاء الله.